أوكي إيمان أبو شهادة، يعني أنا شايفك واقفين هنا بوقفة احتجاجية، احكي لنا إيش الهدف من وراء هذه الوقفة الاحتجاجية أرضية؟ السلام عليكم، أنا إيمان أبو شهادة. الصراحة الوقفة الاحتجاجية هذه، في عنا ظاهرة في البلد اللي هي متفشية في البلد وفي المدارس، اللي هي ظاهرة التنمر. كتير من الأهل مش فاهمين إيش يعني ظاهرة التنمر. هذه ظاهرة كتير 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 صعبة، اللي هي سلوك عدواني من المتنمر اللي بتوجه فيها لولد، لأهالي من مدرسين أو معلمين أو مدراء أو أهالي للأولاد أو أولاد لأولاد. هذه ظاهرة كتير كتير إحنا بنعاني منها، بنعاني منها بشكل كبير. فالوقفة الاحتجاجية هذه أنا بصوتي أنا ومعاي أهل متواجدين معاي، اللي هم من برضه بضموا صوتهم إلي، بضموا صوتهم للظاهرة هاي، وحابين يوصلوا صوتهم للمسؤولين في البلد ويوعوا الأهل، بالذات الأهل اللي هو أنا واللي معي والأهل الكرام اللي برضه كنت يعني أنا بوجه صوتي لإلهم، بقولهم الظاهرة هاي تستقلوش فيها، هذه ظاهرة متفشية عنا في المدارس. أهم إشي المدارس، هم من مربيين أجيال، مربيين أجيال، هذا مستقبل أولادنا. لما إحنا بنسكت على معاملة من قبل معلمين وإدارة مدرسة، يتعاملوا مع أولادنا هيك، هيك أولادنا بتعلموا، هيك بيطلعوا برا على الشارع هيك بتعلموا. يعني بدي أقول لك إشي، أنا لازلت يعني لازلت في البني آدم، في عنده بضل عنده الذاكرة هاي، بضله يتذكرها. أنا مثلا مرقت إشي زي هيك، اللي هو كلمة مش مظبوطة من عن طريق من قبل مدرس صارت، ولليوم عايشة فيها، ولليوم أنا عايشة فيها. وحاولت يعني، وعن جد حاولت، أنا عن جد حاولت، ويعني بصعوبة، يعني بصعوبة كلمة بتجرح وبتخليك بتكسر لك مقاديفك، يعني وانت طفل، يعني وانت ولد واعي، يعني يعني بجيل اللي بضلك ذاكر هذا الاشي. انا كنت حابة احكي كمان هذا الاشي، يعني انا مرأته مش من زمان، يعني كمان انا بنتي اتنمرت من قبل، كانت ضحية للتنمر يعني، وكمان اولاد، وفي معاي اهل اللي عن جد شاركوا وشاركوني في هذا الاشي، وحسوا في التنمر اللي مرقته البنت، يعني مش بس انا. وانا حبيت اوصل هذا الاشي، هذه وقفة احتجاجية عشان نوصل ونوعي، هذه وقفة احتجاجية توعية للأهل. التنمر ظاهرة متفشية عنا بالمدارس، انا حابة انه الأهل يعيدوا تفكيرهم ويراجعوا هذا الموضوع. كتير كتير متأثر في أولادنا، يعني أنا الوقفة هاي الاحتجاجية كتير مهمة، بدي تفهموا إيش يعني تنمر من قبل إدارة ومسؤولين ومعلمين، إيش يعني، إيش يعني هذا تفشي هذا التنمر، بربي عند الأولاد وأولاد المستقبل اللي هم أولادنا، بربي عندهم حالات نفسية بتتعبهم، بتوصلهم لطرق يعني مسدودة أو طرق دمار، أو فيش لهم مستقبل. فإحنا بدنا الأهل، أنا بطلب من الأهل إنه يشاركونا بهذا، بدنا نحط هاي القضية على الطاولة وقبال المسؤولين يعالجوا هذه الحالة الظاهرة المتفشية في المدارس. حلو، ايش في كمان خطوات للمستقبل؟ ان شاء الله احنا ناويين نمشي في هذا الطريق، نوصل لا اعلى ونوصل صوتنا لا اكبر للمسؤولين، وان شاء الله احنا بوقفتنا كأهل داعمين لاولادنا، وبهمنا امر اولادنا والجيل، بهمنا ان اولادنا ما يتنمروش من قبل مدراء واساتذة اللي هم مربيين اجيال، اللي هم المسؤولين عن، يعني بالوضع هذا هم المسؤولين عن مستقبل اولادنا بحاله تنمرهم على الاولاد والاطفال
والطلاب المدارس. شكرا جزيلا لك. تسلم، يعطيك العافيه.